الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار آمنت بالله صدق الله العظيم هنايا توضع وقوم للصلاة وصل لربك تكسب رضا إذا رضي الله عن مسلمين ينال السعادة طول الحياة اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أبنا يتوضا وقوم للصلاة وصل لربك تكسب
ورضاك إذا رضي الله عن مسلمين ينال السعادة طول الحياة. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أبناي توضا وقوم للثناء ففي طاعة الله سر النجاح. أبناي توضا بماء طهور فماء الوضوء لوجهك نور. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أم أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أم أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير. فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أم يقول لمن شاء كن فيكون ويبدئ سبحانه ويعد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وبدالي بالإنعام نعمة ملك صنفة. وخلق لي الماء وطعام والعين مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني وسترني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرض. يجود علينا بإحسانه ويرزقنا من سماء وأرض. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أما الأرض بسط الله وأنا في ملك الله والخلق عيال الله وأنا من خلق الله. والأرزق على الله ناكل من رزق الله ما نتحير مناش نصيبي يلحقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. بتدبير مولاك كن راضيا ولا تنزعج ابدا من حرج. صارت عادة الله في خلقه إذا ضاق أمر أتاه الفرج. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. وكم ليلة بت في كربتي يكاد الرضيع لها
فما أصبح الصبح حتى أتى من الله نصر وفتح قريب. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. آية ألم نشرح نقرأت شرح بالي بفضل الله نفرح وتحقق المشرني. يا قلبي انسى وصباح هم الدنيا سالي واقنع بشي وبناش من يقنع يستغني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. روحنا القرآن مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.